مرحبا، عرفينا على اسمك؟ هذا اسمك ايه؟ منى. اسم روضتك يا منى؟ روضتنا اسمها ايه؟ استعين. برافو عليك يا منى. منى تقولي لي اسماء الفواكه؟ يلا حبيبي. بالعربي موز. برافو عليكي موز. بالعربية تفاح. برافو عليك. فين التفاح يا منى؟ يلا طبقي طبقي التفاح يا منى. ليمون. فين الليمون؟ برافو عليك. يلا طبقي. طيب آخر حاجة فراولة. أين الفراولة؟ برافو عليك. شو اسمها؟ بالعربي برتقالة. برافو عليك. شكرا يا منى، احسنتي حبيبتي. نقول الحروف الهجائية مع بعض، ها؟ بس تعالي صوتك شوية، أوكي؟ حرف ألف. ألف إيه؟ برافو عليك. ب ه. برافو عليك، عالي صوتك شوية حبيبي. قول ثعلب. جمل. برافو عليك. ها حصان. ص خروف. حرف ايه؟ دال. ديك. ذال. حطي ايدك معايا يا منى، حطي ايدك معايا. ذال. ذرة. راء. رجل. زاي. او زهرة. احسنتي منى. سين. شطورة. سين. شمس. برافو عليك. صار. صاروخ. صار. صاروخ. ضاد. تتبع. طاء. برافو عليكي. طاء. برف او ظفر. برافو عليك يا منى. منى تعرفي تقولي حرف الالف؟ يلا حبيبتي. طيب الف لاسد او لارنب. الف. اين القبعه؟ القبعه فوق راسي. ماشي ظبطها شويه. ماشي حبيبي. باء. يلا باء. تاء. في حرف الباء نقطته فين؟ فوق ولا تحت؟ فاء. حرف بصي حرف الثاء عنده كام؟ عين. واحد اثنان ثلاثة. يلا اكتبي لي حرف الثاء هنا. عنده كم عين؟ واحد اثنان ها ثلاثة. شطورة منى. منى هتقول حيوانات المزرعة مع بعض، اوكي؟ اوريك الحيوان وانت بتقولي لي على اسمه. يلا شو اسمك؟ حصان. خروف. شطورة. بالعربية
بالعربية؟ ب ق ر بقرة. بقرة. برافو عليكي.